وقناعة ديال سورة الفاتحة ترحما على روح ياسين رشيد. هي جاءت تكريما لذكرى ياسين الله يرحمه. ياسين كان عزيز على كل شيء، ما كنظنش انه كاين شي انسان اللي غادي يقولها في خيبه. عرفناه لسنين وتشاركنا حوايج داخل المستشفى وداخل الكليه وخارج الكليه والمستشفى. يعني كان واحد الانسان اللي عزيز عليه يبارطاجي، عزيز عليه يقسم، عزيز عليه يعطي، عزيز عليه العمل الجمعوي، عزيز عليه يدير القوافل الطبيه، عزيز عليه يدير الخير. كان انسان اللي كتوقف عليه وكتقول ليه راه شي مريض محتاج وخاصنا نقضيو مع الغرض ما كيترددش، واخا يجي برا لوقت الخدمه ديالو، واخا يتعطل هنا، واخا يزيد من عنده، ما كانش عنده هذا الاشكال هذا. علاش؟ لحقاش كان مامن بالرساله اللي هاز. هادشي علاش الوقت اللي كنسمعوا هادشي اللي وقع ليه حتى حنا كيساورنا هذا السؤال هذا. واش حنا مقتنعين كفايه بهادشي اللي كنديروا لدرجه اننا ما غاديش نسمحوا فيه واحد النهار؟ كيخليك تصور راسك قبل ما تصور الاخرين. للاسف الضغوطات اللي كيعيش ياسين بزاف الناس كيعيشوها، كاين اللي كيقدر يتحملهم، كاين اللي ربي خلقه بحال هكا انه قادر يتحمل هذا الشيء ويوجه هذه الطاقه السلبيه لحوايج اخرين، وكاين اللي ما قدرش. شنو هما هاد الحوايج اللي هاد الحوايج مازالين دابا قيد التحقيق، لان العائله رفعت دعوى قضائيه في محكمه الاستئناف، بالتالي ما غاديش نقدروا نجبدوا شي حوايج اللي باقي القضاء ما بدش فيهم. المنظومة بيان سور حنا راه هما الخلف. هاد الناس هادو الا ما كانوش يحطوا يدهم في يدنا دابا ونوقفوا في وجه هاد الناس اللي كيسيئوا للسمعه ديال الكيان الطبي والسمعه ديال مؤسسه استاذ الطب، فما كنظنش غنلقاو فرصه اخرى فين نصلحوا هاد الشيء. كاين بعض الامور اللي خصها توقف، بعض الامور اللي ممكن نناقشوها داخليا بيناتنا اللي تقنيه بزاف، يعني واخا تخرج للراي العام ما غاديش ما يمكنش استيعابها كيف ما كنستوعبوها حنايا، نظرا لانها كتمسنا بشكل مباشر وتقنيه في الخدمه ديالنا. وكاين بعض الامور اللي ممكن نناقشوها بصفه عامه، مثلا الضغط اللي كاين على الاطباء في مراكز الاستشفاء نظرا للعدد الكبير ديال المرضى اللي كاين، الغياب ديال التجهيزات بعض المرات اللي كيخليك في مواجهه مباشره مع المرضى وانت ما عندك لا يد ولا رجل في هذا الشيء، بعض المرات الفقر ديال الناس كيخليهم يهاجموك لانك وصفتي لهم ادويه خصك تشريوها بالفلوس. ما عندكش انت حل من غير ان توصف لي هذا الدواء هذا. هادو امور اللي خص اشراك جميع الاطياف من اجل التوعيه ومن اجل ايجاد واحد المسار ديال التحاور بيننا وبينهم باش ما نبقاوش نطيحوا في هذه المضايقات اللي كتاثر. كاين عاوتاني المشكل ديال التكوين الطبي. التكوين الطبي راه صعيب بزاف في العالم كامل ماشي غير هنا. وطالب الطب او الطبيب المقيم او الداخلي فنسبه تعرضه لانتكاسه نفسيه او الضغوط تؤدي به للتفكير او المحاوله في الانتحار ثلاثه المرات كبر من الناس العاديين، لهذا كنطالبوا بان التعامل معاه يكون ان بو سبيسيال. حنا كي قال الدكتور العساوي ما كنحملوش مسؤوليه لشخص، ولا احنا ما باغينش شخصنه المشكل، لان المشكل اصلا في حد ذاته ماشي شخص معين اللي مسؤول عليه، ولكن توجه اصابع الاتهام لشي واحد. هذه منظومه اللي على عبر العالم كامل. الدراسات كي قال الدكتور العساوي ماشي غير في المغرب، عدد نسبه ديال انتحار الاطباء في العالم كامل كتعرف واحد الارتفاع اللي مهول. يلاه هاد الظرف الزمني الاخير اللي لا يعادي الشهر كانت طبيبه انتحرت في لبنان، لا شفتو في وسائل الاعلام. وهذا الشيء راجع لطبيعه العمل، طبيعه العمل ديال الطبيب، لانه فاش كيجي هو الصباح، انا مثلا فاش كنفيق الصباح كادي نجي للمستشفى راه كنجي علاش قبل الهم ديالي الاول والاخر هو صحه المريض. عندي مرضى كيكونوا عندي في بروغرام، مثلا انا داير تخصص جراحي، عندي مرضى كيكونوا في برنامج ديال غرفة العمليات، خاصني نفيق الصباح نجي نوجدهم، ندخلهم للبلوك، نفتح ليهم، ندير لهم سويفي بوست اوبيراتوار والى اخره. غير هو حنا كنطالبوا غير بتحسين الظروف ديال العمل، لان لا يعقل ان مثلا طبيب كيخدم يدوز حراسه ديال لمده 48 ساعه ديال نهايه الاسبوع ديال السبت والاحد، ونهار الاثنين كيصبح مع 8 الصباح في المصلحه ديالو تطلب منه انه يخدم على انه بحال واحد دوز السبت والاحد في داره. هو بالامر اللي هو الطبيب والطالب من اجل استماع المشاكل اللي كيعيشوها وايجاد حلول انيه للوقوف عليها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم لموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.